اللعب مع الستات وشخبط شخبيط بما اننا كلنا موهومين موهبه فذه. ثلاث ده ايه في افلام يعني؟ فيلم. تمام. الاخيره سمع عادل بقى، ها عايزين نكسب. ده راجل؟ ماشي. ست ابنه كتف ظهر من ظهر راجل. صح. برافو. رد انت. طب بالنسبه من دي لو عملنا كده ما انت لو كنت جبت ظهر راجل كنت هتعرفه. أيوة صح. نركز بقى. برافو برافو، هي عملت صح الصراحه. عارفه الفيلم ده ولا ايه؟ بتاع من ظهر راجل. آسر ياسين، ياسمين رئيس، شريف رمزي، ومحمود حميده. نركز بقى، ها ونرسم عدل. ماشي. ايه بتشاوري لها ليه عشان تجاوب هي يعني؟ ست يعني. ستات رجاله. قعدة رجاله. ايه؟ لمت رجاله. قعدة رجاله. قعدة رجاله. لمت رجاله. لا قعدة رجاله ده برنامج. التاني صح. ايه؟ لمت رجاله. من في على تحت. وقفت رجاله. صح. ها 2-0 يا ولد. عارفين لو اكتشفت انكم بتساعدوها يا ولد يا حماده. لا ليه خلاص فهمت. عارفين هعمل فيكوا ايه؟ انسي انسي. مين؟ الحمد لله. مين يا جماعه اللي فاضلين؟ فاضلين قوي. هو ايه اللي مين فعلا بيقولوا لك ايه في الاي بي؟ بعدين اقول لك. طب على الله بقى. اوكي يلا كلمتين. خلي بالك. صندوق الدنيا. ايه ده؟ البيت. قصر. ايه ده بترسم ايه دي؟ فلوس بالدولارات. بنك الحظ. بس انا عجبني قوي الطريقه اللي انت رسمتي بيها. بتتريقي عليا؟ لا والله بالعكس. لا والله بالعكس. لولا بس ان ياسمين بقها في ودان احمد كان زمان انا اللي كسبت. بس والله انت ظلماني. والله انت ظلماني. ياسمين بتغشش احمد. والله خالص. انتوا ليه مش عايزين تدوا لي الكريدت بتاعي؟ فضحتهم فضحتهم. طب انا فاضل لي انا ايه؟ يلا يا ابني قوم وريني بقى انت عايز. انا سالت عندي كم مره كتير. يلا ماشي استني بس عشان المايك ايه بعافيه شويه. ماشي. فين انت خدتي القلم؟ انا خدت القلم. جند بنعك من الرسم. يلا جاوبي بقى على حاجه. مش معقوله كده يعني. مش مهتمه. هي دي تكسب. حبيبتي روحي. ركزي بقى معايا انا جايه ارسم. ودوا ياسمين تشتري لنا اي حاجه من بره الكنترول عشان احمد. طب بص راجل. راجل. هو ايه اللي الرجل هو ايه اللي البتاع اللي كلها رجاله دي؟ مش عارف. وقفت رجاله وقعدت. كمل بس. انتوا خدتوا الشرب مني كلكم. ماشي عشان لسه عاملاه. ده ايه؟ رجل. بنجز. الرجل. 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 الاخر. التاني. ازاي دي؟ التاني. ارسمها ازاي دي؟ اتفضلي. مش عارف يرسم بس مش يعني لازم يبقى ايه؟ مش عارف يعني. طب ما تقسمها. الرجل عنيف شرس. الرجل الشرس. برافو يا شيري. طب والله كويس. الرجل الشرس يعني. ده بس برافو. الاسنان ادت شراسه للاحساس يعني. نعمل ايه؟ انطباع الشراسه بتاع مين بقى؟ الله ده بتاع مين؟ فريد شوقي. استاذ فريد شوقي، يوسف منصور، سلوى خطاب. يوسف منصور؟ وابو بكر عزت كمان. انا كنت بحب ابو بكر عزت. انا طبعا جدا. ثلاث كلمات. ماشي. عروسه. ده شعر. ست. 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 السيده. سيده. انثى. السيده. امراه. الست. امراه. المراه. المراه. والسطور. بالظبط. واللي في النص دي واء. طب ما تعملها واء. لا ما انا بقى مش عارف اكتب واء. اكتب واء ممكن. دي. ايوه طبعا عشان دي حرف. لا ده طبعا تكتب واء. ما ترسمها ازاي واء دي برضه يعني؟ سيبك انت. ايه اللي طار ده؟ طبعا ابو بكر عزت، مرأة والسطور طبعا، ونبيل عبد. ابو بكر عزت، نبيل عبيد، دنيا عبد العزيز، عبد المنعم مدبولي، دنيا عبد العزيز. انت حافظه الكاست طبعا؟ اللهم صل. ده رائع رائع.
كان موجع وقاسي طبعًا. جدا وكان عن قصه حقيقيه بالمناسبه، بس يعني لازم يتشاف. اه فيلم حلو فعلا قوي. ايه بحاول اجيب واحد صعب شويه. ماشي في النص واع على مين من في الى ماشي الحمد لله. ما تكبر خطك شويه يا احمد بلبتاعك. انا بس برسم وانا بفكر وحاجه يعني حوسه اللي انا فيها دي إيه مش فاهمه. طفل امراه راقصه عروس فراشه ملاك ملاك مراتي ملاك حماتي ملاك. ده تعادل. لا مش تعادل انا موافقه. حماتي ملاك. لا تعادل انت حماتي ملاك موافقه. مش احنا بس ايه رايكم في الملاك؟ لا خطيره هي تدي فراشه بس ماشي. ما عشان تبقى ملاك مش هرسم فراشه بس. طب انا كده تلات اتفضلت. لا كمل كمل رسمك مفيش احلى من كده. ايه رايك بامانه؟ ازاي انا مفيش استمتاع اكتر من كده. اتفضل احكي لي عن متابعتك لكاس العالم. مين اكتر فرقه عجباك؟ أدائها متميز من وجهة نظرك. يعني فرنسا. أنا بقول فرنسا. أسبانيا. لحد دلوقتي فرنسا. أنا غانا بحرين. غانا والمغرب. المغرب. ومغرب طبعا. المغرب والسعودية كمان أدائها. السعودية طبعا ماتش حلو جدا. أنا غانا شايفاها عظمة يعني. لكن هي البطولة كمستويات بصراحة مش في الليفل الواحد متوقعه. فعلا؟ اه ولا لسه هتحلو؟ هي طبعا هتحلو في الادوار اللي جايه هتحلو طبعا. الفرق كلها بتلعب بحذر بس اللي تحسيهم دوميننت قوي او تحسي ان الماتش هم مسيطرين عليه 90 دقيقه اسبانيا وفرنسا. تتوقعي مين يكسب؟ انا ما بتفرجش اصلا. مين اشيك فانيلا شفتيها؟ ما شفتش حاجه اشيك فانيلا. انا بشوف فانيلا فرنسا طبعا. معلش انا ضايعه. الكحلي الخطير ده اشيك فانيلا فرنسا. اشيك ده سؤال حلو قوي طبعا. والله سؤال حلو. اعتقد اشيك لبس اسبانيا وارجنتين. انا بحب لبس الارجنتين طبعا. بحب طبعا. لبس الارجنتين يعني. طيب الله بحبه قوي ده. يا هي اول رسمه هي اللي يعني هتجيبوها على طول. معلش في واو في النص عشان بس انا بحس ان الواو بتاخد حيز مننا. دموع في عيون وقحه. صحيح شكرا. ده مسلسل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا اجيب لك الغطا وهو جري مني بس. لا لا مش مهم مش مهم. اتفضل. يلا بينا. ايه ماشي ده هي كلمه واحده. ايه ده قال النبي بتتريق على رسمي. دي مصاصه دي ولا القلب ايه ده العقد الاسوار الطوق الودن الحلق ايه. كانت واحده كده شقيقتان. استني بس العقد ايه العقد. انا مش شقيقتان كنت اعمل لك واحده جنبها. لا ركزي. عقد وحلق كنز مفتاح اسوره مجوهرات ذهب الساغه. برافو. في عبده كمال شناوي صلاح عبد الله ووداد حمدي الساغه. انا حسيته بس مختلف بس كدا. برافو انك رسمتيه كده والله بجد. يعني طيب بصوا دي سهله قوي. بصوا دي لذيذه رسمها سهل. كره ارض دايره. دايره الشك ولد. برافو ياسمين. ياسمين ايه؟ لا انا كده مش يعني كده مش فارق والله كده مش فارق. برافو ياسمين. برافو اداء متميز. خلاص قلع الاير بيس خلاص مصدقينه. اللي بعده حرام يا جماعه والله. قلعته؟ ماشي. قلعه من زمان انت بس يعني ركزوا. ماشي خليكي انتي لابسه الاير بيس هتحتاجيهم. طيب كلمتين. اول واحده قل وتاني واحده فيها قل. اول واحده ايه ده
ايه ده؟ الوقوع الرصاصة، الذبح، القتل، القتل اللذيذ. برافو برافو. انت لابسه الايربيس؟ خلاص يلا انتوا الاثنين الايربيس. يلا يا دودو لعي يا جماعه، يعني السماعه اللي بنسمع بيها من جوه مش هنسمع بيها، مركزين؟ اللي جايين دول بصوا كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. انتوا الاثنين كده فير، ما حدش فيكم سامع. ايه انا اللي سابق طبعا. طيب كل اللي فات بقى خلاص خلص، نركز بقى. اتفضلي. ايوه بصي لها كمان، اكدي يا ابني. ايه اكدي كده كويس؟ تمام. قل استحملوا رسمي. ها ده كلب، الثعلب، الثعلبه، الثعالب. برافو عليكي برافو عليكي. اي شايل الارفيس؟ الحمد لله. برافو عليكي. انا فهمت ان كمال الشناوي في في عبده برضه وحاتم في الفقار ومحمود حميده. في تفاهم بينكم رهيب. طيب في تفاهم. هحسب 1-0. انا عارفه قدامك فرصه تتعادل او مش عايزه اتعادل او هي هتكسب. تكسب هي بقى ونخلص. اوكي اوكي نركز نركز. قلب، الشقيقتين، ده اللي قلته في الاول. برافو الشقيقتين. برافو هيدي. برافو برافو برافو. ولا فاضل لسه فرصه؟ فاضل لك فرصه. يلا عشان ما تبقاش صفر. صفر ايه؟ انا كسبان كل الوقت. لا طبعا بالارفيس. لا فاضل لكم فرصه نركز. حاضر انا مركزه اهو. اتفضل. كلمتين ولا كلمتين ولا كلمه؟ انا بسهل لكم. قديم وقل وبتاع وقل. بصلك اهو. ها الباب، الباب المفتوح. برافو عليكي. لا كده ايه ده؟ برافو عليكي والله. شكرا يا ياسمين. اقول لمين الفقره دي؟ اهدا ليكي. بتاع مين ده؟ والله ما بتاع مين؟ ازاي مش عارف. ثانيه واحده بس، بتاع مين الباب المفتوح؟ واحد من عارفه ان الفيلم في فيلم اسمه الباب المفتوح. والله العظيم اشهر افلام كلاسيكيات سينما، فاتن حمامه، صالح سليم. الباب المفتوح. دي افتكرت بتاع مين دلوقتي؟ مش مهم، مش قادر يتحمل الخساره بنزاهه. كسبنا برضه يا ابني اهو. الايه بيس ايه؟ مفيش خساره حبيبتي. بفهمك من عينيكي والله. فرحانلكوا قوي والله. حساسه. مبروك يا دودو. مبروك مبروك. يلا يا جماعه بالخبر السعيد ده نختم حلقتنا النهارده. اشوفكم على خير. استني كل خير.